والمؤثر رواد التواصل الاجتماعي العرب. قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، هالحدث المميز اللي صار للسنة الثانية على التوالي بدبي، كان بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة لتجمع المؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي. مجموعة كبيرة من الفعاليات والجلسات الحوارية اللي أدارها رواد التواصل الاجتماعي في القمة ضافت لنا معاني جديدة في هالمجال. وتكريم اللجنة الوطنية للشباب والإدارة العامة للمرور بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في القمة كان فخر لنا والعمال كلها. وقناة الشبيبة كانت حاضرة بتغطيتها لهالحدث والتقت فيه بشخصيات ناجحة في هالعالم. أنا أعتبر وسائل التواصل الاجتماعي هي نافذة على العالم، أشوف من العالم والعالم يشوفوني. في السوشيال ميديا ميزتها إنها جمعت بين الناس، كسرت الكثير من الحواجز، مكنت كثير من فرص التعاون. الانستغرام والسوشيال ميديا بشكل عام جربوني من الناس أكثر، وهذا هو الشيء اللي أنا كنت أطمح له، إن أنا أكون قريب من الناس. نحن سفراء لدولتنا سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في المحافل اللي نتواجد فيها. أتمنى إنه وسائل التواصل هذه تستخدم في الخير وفي نشر الخير وفي نشر الإيجابية وفي نشر التحسين. يوم جميل وممتع بحضور نخبة من الرواد. أنا جدا سعيد بين الزخم والجمهور الإعلامي الأكثر من رائع، حماس اليوم كان لا يوصف. ألف مبروك للجوائز اللي أخذوها، وأنا جدا سعيدة أنا موجودة في هذا المكان. جائزة؟ الجائزة هذه تعني لي الكثير، وإن شاء الله إن شاء الله يعني نقدم شيء جميل للفترة الجاية. الشعب العماني الجميل لازم يطلع حق العالم من خلال السوشيال ميديا. قناة الشبيبة الله يوفقكم. تحياتي لكم وأنا مبسوط معاكم.